السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أخوكم عيد من قناة ربحك عندنا. لأول مرة تشوفنا يا ريت تدعمنا بالاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. النهاردة معانا موقع روج ماني مانيج. الموقع دوت اديله فترة شغال، موقع جميل جدا، بيدفع بالدولار أو بالدوك كوين. دي واجهة الموقع من الخارج. طريقة تسجيل في الموقع، هنيجي من هنا هنعمل إنشاء حساب، هتكتب هنا الاسم والإيميل والباسورد، وعد الباسورد وهتنقل الحروف دي تحت هنا وهتعمل تسجيل دخول. يبقى أنت كده إيه، سجلت في الموقع بنجاح. هنيجي من هنا هنعمل دخول للموقع، هتكتب اليوزر نيم والباسورد وهننقل الحروف دي هنا. ان شاء الله النهاردة هنعمل اثبات سحب للموقع ونوريكم ان الموقع صادق وشغال وبيدفع. الموقع كان الاول بتعمل وديعة لمدة سنة ب$1، رفع قيمة الوديعة من $1 لتلاتة دولار، وفي منذ 15 سبتمبر سيكون الحد الأدنى لمبلغ السحب 2 سنت و60 بين دوك كوين، هيبقى 60 دوك كوين. ده الموقع، شكل الموقع من الداخل زي ما انتوا شايفين. انا عندي 41 سنت، هنعمل سحب النهاردة. هنوريكم بس طريقة الموقع. من هنا ممكن تضيف رصيد من هنا لو انت هتودع في الموقع، وهتيجي هنا تحدد البنك اللي انت شغال عليه. شوف انت شغال على بنك ايه، ممكن تشتغل تودع منه. ولو يكن مثلا هنقول بنك البير، هنيجي ندوس هنا كده وتحدد القيمة اللي انت هتحطها وهتعمل اضافة رصيد. مثلا يعني احنا بنعمل ايه، بنوريكم الطريقة. هنا المدفوعات في الموقع زي ما انتوا شايفين، هنا جايب لكم المدفوعات في الموقع. هنا رابط الإحالة بتاعك اهو، تاخده تنشره وتجيب عليه الإحالات. أي حد بيودع بيطفلك في رصيد الحساب. ده الملف الشخصي. هنعمل احنا ايه، إثبات سحب الموقع. هنيجي هنا للواجهة الرئيسية بتاعتنا، هيجي هنا يقولك إثبات السحب اهو. هنخش من هنا، هنخش على بنك البير، هنلاقي $2.13. هنرجع الموقع ونعمل عملية السحب. احنا قلنا الرصيد كام، معلش، $0.41. تمام، هنخش هنحط $0.41 ونعمل سحب. سماح رقم المحفظة. نخش على بنك البير، ناخد رقم المحفظة. هنحط هنا رقم المحفظة وهنا القيمة وهنعمل سحب. احنا قلنا هنا 1.2 روبل و13 سنت، وهنعمل سحب. نترجم. تم السحب الاموال بنجاح. هنروح للبير ونعمل فريش. زي ما انتوا شايفين 54 سنت، وادي 41 سنت وصلوا بدون حذف اي حاجة من العمولة للبير. وبكده يبقى الموقع صادق وشغال، اديله فترة وبيدفع. وهنا في نظرة عامة، لو دوست على الحتة دي هنا هيجيب لك كل حاجة عن الموقع. لو عايز تعرف الموقع من قد ايه وشغله ايه وكل حاجة هتلاقيها هنا، وهنسيب لكم رابط الموقع اسفل الفيديو.
ولو عجبكم الفيديو متنسوش تدعمونا باللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله، في فيديو آخر إن شاء الله.